سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتضيع ضربة جزاء، وتضيع ضربة جزاء. شوف 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 زامبيا تضيع ضربة جزاء والحارس تصدى لها كورنيا، و يا لها يا لها من فرصة ضائعة، يا لها. هذا هو الحارس الذي تصدى لضربة جزاء. شوف 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 لاعب ميكيل، يلا 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 يلا. فكل هذا نتمنى ان شاء الله للأسود، نتمنى لهم دائما النصر، ونتمنى ان تكون ان شاء الله يعني الحسابات التي بقيت في صالحهم ولا يستيقظوا. لوك 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 فالحارس، شوف 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 شوف، يا لها من ضربة جزاء ضائعة 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 ضائعة. حلم ضائع، أحلام ضائعة، أحلام ضائعة. الشاب شبيب من قناة الإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى فرصة قادمة.